ده منها فرصة حقيقية أمين. ولما نعلم بأن جول كوندي الآن هو أكثر اللاعبين في فرنسا صناعة للفرص، ماذا يعني هذا في هذه المقابلة؟ أنا قلنا محمد الطريقة التي يلعب بها المنتخب الفرنسي هي طريقة واقعية، لا يهم من يصنع الأهداف، يهم النتيجة الأخيرة في آخر المطاف. كوندي اليوم اختير رجل المباراة، قدم مباراة قوية جدا، حتى تشواميني أيضا كان واحد من أحسن اللاعبين في المباراة. قلت لك الطريقة بعد إريكسن وكروس ودي بروين ويامال يأتي جول كوندي من حيث صناعة الفرص، يعني هذا ظاهر أيمن وليس متوسط ميدان هجومي أو نعم. أنا مقتنع جدا، أحسن منتخب إلى غاية الآن هو المنتخب الفرنسي، وأقوى منتخب في العالم هو المنتخب الفرنسي، وأقوى مرشح للتتويج بالدورة هو المنتخب الفرنسي، بطل العالم 2018، نهائي يورو 2016، نهائي كأس العالم 2022، أحسن مدرب في العالم حاليا على مستوى المنتخبات هو ديدي ديشون. إن لم تكن مقتنعا وأردت المتعة والفن فاذهب إلى المسرح، عندك سينما شاهد أفلام، عندك أفلام الرعب ما تحبش أفلام الرعب، شاهد أفلام الدراما ما تحبش الدراما، عندك أفلام قصص الحب ما عندكش عندك وين روح شوف مباريات كرة قدم تاع أندية اللي تلعب كرة قدم، روح شوف مانشستر سيتي أخسر شوية أموال في كل موسم على الأقل مرة، روح شوف غوارديولا تستمتع. الآن نهضروا على الواقعية، سامحني أمين، نهضروا على الواقعية. من حيث الواقعية ديدي ديشون أحسن مدرب في العالم حاليا، والمنتخب الفرنسي هو أقوى منتخب في العالم حاليا. لا. رغم أنه خسر من كأس العالم، خليني نكمل، مازال ما كملتش. من حيث الواقعية وأحسن أحسن مدرب، تكلمت خبيل على لوكاكو، تاقت بلي لوكاكو ما قدمش وما دارش وكان سيء اليوم، روح جيب رونالدو الفينومينو الظاهرة بالطريقة اللي يلعب بها المنتخب البلجيكي اليوم متكتلا في الدفاع، ما يدير لك والو اليوم. لا أذهب لا يمينا ولا يسارا، يكفيني البقاء هنا في قناة الهداف وأتمتع بالمنتخب الإسباني مع أمين أكساس. نعم، منتخب إسباني مبدع في هذه الدورة. لا تنكر بأن المنتخب الفرنسي هو الأقوى مع إخوتي في قناة الهداف وأتمتع بمنتخب إسباني رائع، والمنتخب السويسري والمنتخب النمساوي أيضا. وسوف أدع المنتخب الفرنسي لمحمد لامين. هل تنكر بأن المنتخب الفرنسي هو أقوى منتخب مثل ما قال بن شابير؟ أقوى منتخب في الإزعاج، لما يزعج الناس. لماذا؟ لأنه لماذا محمد؟ لأنه لما ترى منتخب فرنسي يلعب أحس بالإزعاج. أنا نقدر نوافق بن شابير، نقدر نوافقه في حاجة، من ناحية الانضباط التكتيكي، من ناحية الشراسة تاع اللاعبين، من ناحية عندهم قوة دفاع، نقدر نوافقه. والتوازن بين الخطوط، التوازن شوف يا أخي نهضر وش هضر وش تكلم راني معاه. تقول لي المتعة بارابور الأدوات اللي عنده اللاعبين وني نشطوا قاع في الفرق الكبرى، نقدر نوافقك، نقدر نوافق أمين. مي من ناحية التكتيك، من ناحية الاندفاع البدني، خويا من أحسن المنتخبات. نعم، أعطينا اللعب المقنع مبابي الذي لعب لحد الآن 3 مباريات، طبعا غاب عن المباراة الثانية بسبب كسر في الأنف. هذه ميدو الصورة دي شون تحدث عليها. نعم. في الندوة الصحفية صورة تخيلية للقناع، ليس هذا هو القناع. نعم شوف نعم. لكن لماذا وضعوا له هذا الصورة ميدو؟ قال لك مبابي فقد البصر والبصيرة منذ ارتدائه للقناع، فقد بوصلة الشباك، لم يسجل إلا من ركلة جزاء الآن في 3 مباريات، حتى في اليورو الماضي لم يسجل ولا هدف في اليورو اليوم، لكن يبقى مصدر الخطر رقم واحد في المنتخب الفرنسي. كل خصوم المنتخب الفرنسي يضعون حسابات لمبابي ثم باقي اللاعبين الاخرين. اليوم مبابي شفنا صحيح ما كانوش عنده دي زوكازيون نتا سكوري، لكن حاول بكل ما يملك من اجل صنع الخطر. شفناه كثير يخرج على الجهه اليسرى، شاك فيروح على الجهه اليسرى، يحب يجي من الجهه اليسرى ويدخل ويجي لعمق الملعب. شفناه اليوم مثلا في سور دو تخوا زوكازيون ما لقاش هذاك لافونسونتر اللي يقدر يابوي عليه، اللي يعرف يلعب معاه اون بون روميز باش يعطي له يدخل بالكره. لانه يعني شفناه في المباراه اليوم يحاول كم مره يتكى على كم لاعب ما تعاودش تولي له الكره كما احبها، عكس مثلا المباراه الماضيه امام منتخب بولندا لما كان يلعب مع برادلي باركولا، شفنا واحد دو اطروا اون دو افيكاس بينه وبين باركولا، دخل بهم تصدى لهم حارس المرمى. لذلك هذا اللاعب لازم له واحد اللي يلعب معه يكون فريمون فان تكنيكمون، اللي يلعب بيفو اللي رميز اللي عاود يعطيهم له في اون دو يكونوا بلا بريسيزيون وبلو بون تايمينغ تاعي. لانه هذا لعيبه غريزمان اليوم
غريزمان تقريبا كان لاعب حر ودوره كبير كان يغطي على الجهه اليمنى من جهه جول كوندي. المنتخب الفرنسي كان يدافع باربع لاعبين، يدافع بغريزمان كونتي تشواميني ورابيو ياخذ الجهه اليسرى. رابيو بالمناسبه سيغير من ربع النهائي غريزمان. ديشون بعد المباراه تحدث عليه مطولا وقال سي لان دي جوار لو بلوز انتيليجون اللي دربتهم في حياتي. قال لك لما يكون موعد مباراه كبيره دائما جو لوي في كونفيونس باسكو ايل ما جامي ديسو في لي غران رونديفو. دونك ميم سي في با لا ديفيرونس اوفنسيفمون مي تاكتيكمون دائما يدير لو رول تاكتيكمون من ناحيه الدفاعيه فوالا تاكتيكمون يدير لو رول ديالو بيان كوم الفو. دونك سي ان جوار ديكيب سي ان جوار دو جروب ما نا با بيزوان دو ماركي 50 بوت بور سيلستري يقدر بلي زيفور اللي يديرهم فوق ارضيه الميدان. نرتب لي اللاعبين الافضل اليوم في المنتخب الفرنسي 1 2 3 اليوم. انا من جانب المنتخب الفرنسي اولهم كوندي باسكو خرج راجل المقابله. وسط الدفاع صاليبا صاليبا اوباميكانو هادو هما لي ميور اللي شفتهم انايا في المنتخب الفرنسي. من ناحيه بلجيكا بلجيكا دوبرين ادى مقابله ادى مقابله لاباس بها. وثاني كاين اونانا قدم مقابله جميله ثاني. وكاين دوكو لعب مليح مي ما كانش حاسم حتى كاراسكو ما كانش حاسم دوكو سي فري كان من بالك تقول لي من اسوء اللاعبين في خط الهجوم مي ما درش اسيست طريقه يعطيك صحه ما سجلش اهداف. تشوف المهاجمين اليورو يخسر دي برين ملك التمريرات الساحره حتى تي ديسكو تسبب في الاداء الكارثي لدي برين. كنت تحدثت في البدايه انت عندك جوار بالك سي لو ميور جوار في ليكيب ناسيونال تاع لا بلجيك تكنيكمون ولا اونك واش حبيت فيزيكمون ايتو. انت تروح ديرو متاخر يلعب مع اونانا شول براسك دوزيام بيفو وتدير او اوبندا مع لوكاكو اوبندا ما ظهرش لوكاكو أسوأ لاعب في المقابله. قلت لك في البدايه سيكون جبدو صاليبا فور في الملابس من جيبه لانه خباه مباراه كامله. بعدها الى غايه تقريبا دقيقه 60 باش دخل لاعب نوتينغهام فورست مانغالا لعب نوتينغهام فورست. لما دخل اون بوزيسيون دو دوزيام بيفو مع اونانا باش تقدم دي بروين. لما تقدم دي بروين شفنا بلجيكا تمشي بعض الامطار الامام وتحاول خلق الفرصه. لاعب كيما هذا بلا كرياتيفيتي ديالو بلو سونس دي بوت اللي عنده بلي فراب يل دوفري دال ديبار جوي بري دي بوت ما يلعبش ريكولي هكا. انغولو كانتي يصبح اللاعب الاكثر محافظة على سجله من الخسارة في مباريات اليورو. تخيلوا 12 مباراة كاملة دون هزيمة للنملة التي لا تتعب نغولو كانتي محمد. متجاوزا تشافي اللي كان عنده 11 عندما يلعب كونتي في المنتخب الفرنسي 19 مقابلة في اليورو 12 مباراة تواليا نغولو كانتي لا يخسر. كنت أطلقت عليه تسمية سيارة الإسعاف أين يوجد خطر خاصة في التحولات بالنسبة ضد المنتخب الفرنسي الا وتجد نقولوا كونتي يقتل الكره. ولكن في هذا اليورو شاهدنا ايضا نقولوا كونتي يساهم في بناء الهجمات للمنتخب الفرنسي. بالنسبه لي نقولوا كونتي يعتبر النجمه المضيئه مع مارك مينيون وصاليبا لهذا المنتخب. نعم امين قالوا كونتي رابيو الان سيكون وحيدا في الدور الربع النهائي في ظل غياب رابيو. كامافينغا مش عنده الحلول كاين كامافينغا. كامافينغا كان لاعب قوي جدا بدنيا قوي جدا وسريع جدا في الخروج بالكره تقني معنويا منتعش بعد الموسم الخرافي الذي قدمه مع نادي ريال مدريد. انا الى غايه الان الشيء الوحيد الذي استغربته من ديدي ديشون هو عدم الاعتماد على كامافينغا ولو لدقيقه واحده في هذا اليورو. لماذا لا ادري. انا شوف انا بالنسبه لي كامافينغا في الوقت الحالي احسن من رابيو احسن من رابيو بكثير. اليوم تشوف رابيو كان خارج كان من بين اسوء اللاعبين في المنتخب الفرنسي. نظن بالك نشاطر راي امين الحيره باسكو اليوم علاش الانتقادات كانت كثير على ديشون يقول لك يمشي الافكار تاعو ما يبدلهمش. دونك عندي استراتيجي يلعب بها عندي اللاعبين اللي نتكل عليهم ما نبدلش. واليوم كرة قدم تعتمد على اللاعب اللي يكون جاهز في هذا كما نقولوا في هذا الوقت الحالي. شوفوا يعتمد على رابيو امين
يحوس على الإبداع، عنصر الإبداع في وسط الميدان. رابيو تفوق في عنصر الإبداع في الثلث الأخير من الملعب، نتكلم على ملعب المنافس. في الثلث الأخير رابيو عنده لمسة سواء في التمرير ولا في المراوغة أحسن شوية من كامافينغا اللي مازالو صغير. كامافينغا مازال من ناحية باش لانيماسيون اوفونسيف. أنا بون كل واحد ورأيه. فرصة مواتية رابيو معاقب، فرصة مواتية حنشوف جديد يشوف. هذه هي لعب كامافينغا عمينو. عطونا هدف منتخب فرنسا.